الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب بخير جميعا. رح نحكي إن شاء الله بإذن الله اليوم تحت العنوان جافا سكريبت إيفنتس. وفي تعريفهم بيقول يا جماعة HTML يعني جافا سكريبت إيفنتس في الأول هو يعني إيه ما ابتداش بالإيفنتس بتاع جافا سكريبت، قال لك HTML إيفنتس يعني الإيفنتات بس بتاع HTML، ها عبارة عن حاجات that happened to HTML document، حاجات بتحصل على مستند ل HTML اسمه event، ها يعني زي ما بيقولوا كده هنعمل event يعني هنعمل زي حاجة كده. المفروض بقى ايه اللي يحصل لما نقول احنا هنعمل event؟ يحصل reaction من الناس، تمام كده؟ وده بالظبط اللي بيحصل، هو ان الجافا سكريبت is used in HTML pages. لما تستخدم جافا سكريبت مع HTML او لما تستخدم جافا سكريبت عشان تكنترول على elements من HTML، جافا سكريبت can react on these events. ممكن يبقى الجافا سكريبت رياكشن معين لما توقع الاحداث دي، يبقى الاحداث دي بمثابه زي كده ايه محفزات او الستارتنج بوينت، النقطه اللي لما تحصل او لما توقع الكود بتاع جافا سكريبت يحصل له ايه اكسكيوشن، يحصل له تنفيذ. HTML events زي ايه يعني يا جماعه؟ الايفنتس اللي ممكن تحصل في HTML مثلا زي اني ويب بيج هاز فينيشد ريلودنج، الصفحه خلصت تحميل، فجافا سكريبت ممكن يكون لها ايفنت معين، ممكن تعمل سلوك معين بمجرد ما ان صفحه تحميلها يكمل. انا HTML input field was changed، لما مثلا تكون شغال في فورم وتروح مغيره، جافا سكريبت ممكن تعمل لك حاجه معينه لما الفورم ده تتغير، وبتشوفها كتير لما تيجي تعمل ريجستريشن في اي موقع، يقول لك لا والله الاسم ده انت مستخدم قبل كده يعني ايه؟ يعني انت لسه بتكتبه، لا حصلت كوارث وانت لسه بتكتبه، انت بتكتب بس اسمك، فبتروح جافا سكريبت مع ايه مع HTML مع XML وبي اتش بي ايجاكس كلهم كده يتجمعوا مع بعض ويروحوا يعملوا لي سيرش في الداتابيز علشان يدوروا على الاسم اللي انت بتكتبه، ويقولوا لك والله ده مش موجود، وانت لسه ولا عملت ريلود ولا عملت سبميت ولا اي شيء في اي شيء. ده عباره عن ايفنتس ممكن تعمله جافا سكريبت مع تكنيكات او مع ويب تكنولوجيز ثانيه زي ايجاكس مثلا. HTML button was clicked بتشوفها كتير، بمجرد ما انك تضغط كليك ممكن جافا سكريبت تعمل حاجات كتير جدا جدا جدا، وغيرها وغيرها من النقط المختلفه. طيب انا يعني ايه هندخل على الاكزامبلز، بس عايز نضيف على ال HTML المور كومن HTML ايفنتس، تمام؟ وانا بس عايز اوري لك القصد من القصه، يعني مش اني احكي في موضوع الجافا سكريبت ايفنتس، انا عايز اقول لك بس ان ممكن يحصل اكسكيوت لكود الجافا سكريبت لما ايفنت معين يعمله اليوزر، وده اللي هوضحه لك بالظبط مع ايفنت اون كليك، تمام؟ طيب خلونا بس ندخل على كوبين ونقول احنا هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل زرار، الزرار ده لما نضغط عليه هينفذ لي فانكشن في جافا سكريبت، الزرار ده هنعمله في ملف ال HTML والفانكشن في ملف ال جافا سكريبت، والفانكشن عباره عن بسيطه خالص، فانكشن بتعمل اليرت، تمام؟ نبتدي نعمل الزرار. تمام؟ الزرار ده هنسميه مثلا كليك مي، تمام؟ وهنروح نديله الايفنت، الايفنت بيتكتب على طول كانه اتريبيوت يا جماعه، اون كليك وبيساوي وما بين دبل كوتس، هبتدي اكتب الفانكشن بتاع جافا سكريبت، جافا سكريبت هبتدي اعرف فانكشن عاديه، انا هسميها ماي فان 1 علشان احتمال يكون في ماي فانكشن 2 ولا حاجه، وهكتب فيها مثلا alert. والنص بيكون عبارة عن مثلا يو كليكت مي مثلا، تمام؟ عمل سيف، وكل اللي انا محتاجه اني يعني اهو بيقول اون كليك ده الايفنت اللي هيوجع، ها الايفنت اللي هيوجع على البوتن، يعني اهو يعني لما البوتن يوجع عليه الحدث اون كليك، ها انا عايز انفذ المعادله اللي اسمها ماي فان 1. خلاص انا هاخد اسم المعادله بتاعي بيكوبي، ما تنساش طبعا الاقواس، وبيست، وكده انا جاهز. فبمجرد ما اني اضغط على كليك مي هلاقي اني ظهر لي الاليرت بتاعي يو كليك مي، ده اللي بتعمله يعني ايه. فجافا سكريبت ممكن تعمل
رياكشن معين استجابه لايفنتس معينه بتقع على الاستراكشر دوكيومنت بتاع اتش تي ام ال. مثلا لو جربنا ايفنت تاني زي مثلا اون ماوس اوفر، الايفنت الجميل ده اون ماوس اوفر، لو انا مثلا اخذت الكلام ده بكوبي، خليني اعمل 2 بي ار عشان نفصل ما بين الاثنين، وتمام المره دي هنخليها بقى فانكشن 2، وهناخد الكلام ده ونخليه ماي فان بس 2، ومش مش هننفذ اون كليك، هننفذ اون ماوس اوفر. وهنقول مثلا نيو اوفر اوفر مي، انت عديت عليا. لو انا عملت سيف هلاقي اني بمجرد ما اني هنا اضغط كليك هيقول لي يو كليك مي، لو انا عملت هوفر هنا بس عديت بيدي بالماوس هيقول لي يور ماوس النص اللي انت عامله. بس ذات الشهاده وذات القصه وذات السيناريو ودي الفكره. طيب اوكي، هل احنا دلوقتي جاهزين ان احنا نتعامل مع جافا سكريبت ايفنتس؟ خليني احطك في الصوره قبل ما اجاوب على السؤال ده. لو بصينا على 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 هو ايه ممكن الايفنتس اللي تقع على الاليمنت بتاع اتش تي ام ال، يعني انا بس اتكلمت عن اون كليك، يعني لما تضغط على ايفنت على 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 اليمنت معين داخل صفحه اتش تي ام ال، والايفنت ده يعني الاليمنت يا جماعه مش شرط يكون بوتون، ممكن يكون اي شيء باراجراف، ممكن يكون اي حاجه انت عايزها، بس من المنطقي ان اللي بيتضغط عليه في الصفحه بيكون زراير وانت ماشي. ده انا اقصد الجانب ده، يعني HTML ممكن تشيل ايفنتس لايه؟ طيب HTML يا جماعه فيها كميه رهيبه جدا من الايفنتس، ومحور حديث ان شاء الله بصراحه راح يكون في ايفنتات خاصه بالماوس، لما الماوس يكليك، لما دبل كليك، لما الماوس داون، لما الماوس اوفر، لما في ايفنتات خاصه بالكيبورد، ايفنتات خاصه بالاوبجكتس، في ايفنتات خاصة بالفورم وده محور حديث برضه، في ايفنتات خاصة بالدراج، في ايفنتات خاصة بالكليبورد، في ايفنتات خاصة بالبرنت، بالميديا، والقائمة طويلة جدا، في كمية كبيرة جدا جدا من الايفنتس اللي ممكن تستفز جافا سكريبت علشان تنفذ كود معين. لكن قبل ده كله لازم نفهم يعني ايه دوم. فانا مضطر اني انهي الحديث عن الايفنتس بتاع جافا سكريبت، اقصد الايفنتس اللي احنا حكينا عنها في HTML ونفذنا بيها كود جافا سكريبت لحين ما نتكلم عن دوم. والدوم يا جماعة احنا هنضمنها جوا الكورس بتاع جافا سكريبت، لكن صدقني دوم عبارة عن كورس منفصل تماما، وفي دوكيومنت اوبجكت موديل هتحاول تتعرف على ايه، على الاستراكتشر بتاع HTML، وازاي جافا سكريبت تقدر تكلم العناصر دول انترتشينجبلي علشان ايه تنفذ بيها اوامر معينة. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.